السلام عليكم. مذكرة شهر يونيو، شهر النشاط إن شاء الله هو Girl Powers. اخترت أن نكون Girly، شهر بنات، فحبيت الثيم هذا جدا. الشهر أتمنى نكون فيه نشاط أكثر وأكتيفيتي أكثر كالعادة. طبعا بما أني لازلت مسافرة فعملت الرسومات وأوريكم قبل وبعد، بس عملت حركة مختلفة زي ما تلاحظون الورق مع أماكن الأكتيفيتيز، قطعتها بطريقة مختلفة بحيث لأنها تكون مركزة على فكرة معينة، فمشان كده خليتها إنه الأكتيفيتيز والورك دايلي تكون والورك إيد الميلز الوجبات وكلها تكون بالطريقة مقطعة في صفحة واحدة. هي حركة جديدة مختلفة وأنا متحمسة إني أجربها، هل حتنفع ولا لا. طبعا خلاص الان بعد ما لونتها هي طلعت الوان حلوه، حبيت الالوان اللي اخترتها وعملت مزج ما بين اللون الخشبي والوان الاكريليك، فالنتيجه كانت بالنسبه لي مرضيه جدا. الشهر ده البنات انا اخترت هدايا لصديقاتي زي ما قلت شيماء ومريم ومارسيا، مفتقداكم جدا. اخترت هذا الثيم وكمان عملت عندي مستقبل كذا الأشكال بنات، ما عملتش رسومات كثير هالمرة، جرد رسمات خفيفة واقتباسات أيضا مش كتير، حتى بغيت أنشطة الأسبوع والهابت تراكر ما عملتها بصفحات كتير، إنما خليتها محددة. حاول أكون إني مركزة جدا في هذا الشهر ناحية الهيلث، من ناحية الصحية أكثر، فمشان كده هذا أكثر كان تركيزي في الصفحات، وخليتها في مكان في صفحة واحدة وقسمتها الأوراق هكذا زي ما تلاحظتوا. إن شاء الله يكون نشاطك كويس في هذا الشهر. الشهر اللي فات كان ممتاز الحمد لله، وأنجزت حاجات كتير كانت أنا حاطاها في البلان، فزي ما قلت من قبل التخطيط حلو جدا ويساعد أكثر فلوس. مش كل حاجة أقدر أنجزها، لكن أكثر حاجة نحاول يعني ننجز تساعد إن أنا أرتب أفكاري. فأتمنى يكون هذا التصميم عجبكم والفكرة حبيتوها. إذا عندكم اقتراحات أخرى للشهر الجاي، لأنه أنا لسه مش عارفة هعمل إيش، يعني أنا لحد الآن كنت مخططة من بداية السنة لحد الفترة عندي التيمز، بعد كده الآن ما عنديش أي أفكار أخرى، فحاول أشوف إن شاء الله. إذا حبيت الفيديو وتحبوا استمر إني أنزل أشياء أخرى، اعملوا لايك واشتراك، وأتمنى إنه يكون المحتوى مفيد ويساعد. تجي ساعات رسائل خاصة وفي ناس يستفيدوا منها، فهذا شيء يسعدني جدا. شكرا.